نحو الأمال في النعيم الأرغب. إن شئت من بعد الصلاة من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي الحبيب محمد. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنقف في هذه الليلة المباركة مع مفخرة لهذا الحي. هذه المفخرة تتمثل في افتتاح هذا الصرح العظيم الذي يأوي خيرة الناس، هم المسلمون المصلون الراكعون الساجدون. فأقول بحق إنها مفخرة تتزامن مع دخول الشهر الفضيل، شهر رمضان. فنهنئ أنفسنا والأمة الإسلامية، نهنئ بالخصوص أهل هذا الحي على هذا المسجد الذي سيكون جامعا إن شاء الله، جامعا للخير، جامعا للشمل، قاضيا للحاجات، فيه الخيرات، المسرات، البركات. ونهنئ كذلك الأمة الإسلامية بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا فيه الرجاء. سأل الله سبحانه وتعالى فيه المغفرة الذنوب والعتق من النيران، دون أن ننسى إخواننا في غزة، فلا نكاد ننساهم ولن ننساهم. والجزائر بشعبها وقيادتها دائما ذلك الموقف المشرف للإسلام، على غرار من تعامل مع هذه القضية تعاملا هينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى النصرة لإخواننا في فلسطين، في غزة الجريحة. صلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله ومنه أن من علينا أن فتحنا مسجد خالد بن الوليد في حي العقيد لطفي، وهو ثاني مسجد في الحي عقيد لطفي. فنحمد الله ونشكره على هذا الفتح المبين، ونشكر المحسنين والقائمين على الإنجاز الرفيع ووفاه وكفاه، جزاهم الله ألف خير. ونشكر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على سعيها في التسيير وتسهيل مسجد خالد بن الوليد. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي وفقنا ووفق هذا المحسن والقائمين على المسجد وكل من ساهم في إتمام هذا المشروع الذي كان ربما تحدي كبير قبل شهرين من الآن، لم يكن هكذا. وقرر زعماء الرجال بإذن الله أنه سيتم افتتاحه من أجل صلاة القيام التراويح، فالحمد لله الذي مكننا من هذا. وأنا رسالتي اليوم إلى الشعب الجزائري وإلى كل مسلم هو كما قلت سابقا، وأن كل إنسان يحاول أنه يستدرك الأمور قبل فوات الأوان، ومع فاتحة رمضان بإذن الله تعالى هو يطرح سؤال على نفسه فقط بسيط جدا، هو أنه هناك محسن هنا وهناك محسن هناك، وهنا شخص يساهم بهذا الأمر وهذا الأمر، أنا بماذا ساهمت وبماذا سأساهم وبماذا سأقابل الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو السؤال. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا وأن يصلح أحوالنا مع هذا الشهر الفضيل. بارك الله فيكم جميعا، شكرا. الجراب العوداء أستاذ التعليم القرآني بمسجد خالد بن الوليد الجديد. نشكر يعني هذا الإنسان المحسن على يعني على إحسانه وعلى يعني على إنفاقه في هذا بيت الله إن شاء الله، وعلى القائمين المحسنين جميعا، وعلى جميع الناس اللي عاونوا وكانوا يعني يساهموا في بيت الله. ونشكر الإمام على رأسهم الإمام، وعلى جميع أصحاب الحي وجميع إن شاء الله. ونشكركم أنتم جميعا